أسعد الله أوقاتكم بكل خير طلاب الصف الخامس والسادس. معكم المعلمة نغم ماضي من مدينة عرابة البطوف. رحلتنا اليوم جدا جميلة وملخصة، منكم من تعلمها على مراحل وموجودة على مدار السنة في الخامس وفي السادس. سنلخص معا في رحلتنا اليوم تلخيص ومراجعات طرق مقارنة الكسور البسيطة العادية المخلوطة بشكل عام. لخصت لكم وجمعت لكم هنا 11 طريقة بالتفصيل، سنعطي أمثلة عليها بشكل سريع ونتدرب معا مع ذكر الطريقة. آمل أن يكون الدرس ممتع ومثمر ومفيد، وأن تكتشفوا أيضا أنتم طرق للمقارنة بنفسكم، وطبعا تأخذوا لكم الطريقة التي تحبذون وتريدون. ماذا سنتعلم اليوم؟ سنتذكر ونلخص معا طرق مقارنة الكسور. الطريقة الأولى تشابه البسوط في كسرين، منكم من تدرب عليها ويعرفها. الطريقة الثانية تشابه المقامات في كسرين، كيف نتعامل مع مقامين، مع عفوا كسرين فيهم المقامين متساويين. طريقة مقارنة الثالثة مقارنة بالإكمال أو التقريب لواحد صحيح. الطريقة الرابعة مقارنة لواحد صحيح بطريق الرسم. طريقة مقارنة الخامسة مقارنة بالإكمال لصحيح، ليس بالضرورة واحد، بالإكمال إلى اثنين ثلاثة أو أكثر. طريقة السادسة المقارنة مع كسر وحدي مثل النصف ربع ثلث، كيف نقارن ذلك، ما العلاقة بين البسط والمقام عندما نقارن مع نصف مثلا مع ربع، وأيضا بإمكاننا الاستعانة بالرسم هنا أيضا. طريقة السابعة تعلمونها أيضا مقارنة كسر حقيقي مع كسر غير حقيقي، من دوما أكبر ولماذا. والطريقة الثامنة التي سنتطرق إليها اليوم مقارنة أعداد مخلوطة معا. والطريقة التاسعة مقارنة عدد مخلوط مع كسر غير حقيقي، ماذا نفعل في هذه الحالة لنجد المقارنة السليمة. والطريقة العاشرة مقارنة بتوحيد المقامات، مقام مشترك، لا نستعمل ذلك فقط في جمع وطرح الكسور، هي طريقة مهمة جدا لمقارنة كسرين، من أكبر من أصغر أو يساوي. والطريقة الأخيرة وهي مقارنة الكسور على محور الأعداد، كلما كان الكسر على اليمين كان أكبر من الكسر الذي على اليسار، ذلك موجود أيضا في الأعداد الموجبة وأيضا في الأعداد السالبة، كلما اتجهنا يمينا يكبر الكسر. هذه أيضا طريقة مهمة جدا للاستعمال عندما نتخيل مكان الكسر. وطبعا سنجمل مع مهمة بيتية صغيرة تفحص نفسك فيها أنك تعرف طرق أكثر للمقارنة. المهم في النهاية أن نقارن الكسر، لا يهم الطريقة، ولكن معرفتنا لطرق عديدة تمكننا من المقارنة السليمة دائما، وأحيانا نفس التمرين بعدة طرق. ماذا يجب أن نحضر لحصتنا؟ دفترنا، الحساب، قلم، لا يوجد شيء خاص، بعض الألوان ممكن لتحديد بسوط أو مقامات متشابهة إذا أردتم. قبل أن نبدأ نستنشق الهواء ونبدأ. للكسور قيم مختلفة مهمة جدا معلمتي، أن ننجح في المقارنة بينها في حياتنا اليومية وننكشف على الطرق. هذه مثل مقارنة الزمن، من أكبر، ساعتين وربع أو ساعتين وثمن، من يستغرق أكثر. إذا علمنا مقارنة أعداد مخلوطة بسهولة نعرف التمييز. أيضا كيف نستعمل مقارنة كسور في حياتنا اليومية بشكل آخر، مثلا مقارنة أوزان في الكيلوغرام بأعداد مخلوطة، مقارنة أجزاء أعداد صحيحة، اثنين وربع ولا اثنين وخمس ولا كل أشياء موجودة أو كسور موجودة حولنا نقارنها، إن كانت طول أو وزن أو ساعات، كيف نقارنها ونعرف من أكبر إذا كانت بصورة عدد مخلوط، كسر غير حقيقي أو حتى بالرسم. والكثير من الأمثلة غيرها بإمكانكم أن تتذكروها أو تذكروها. وبالنهاية طبعا نختار الطريقة الأسهل بالنسبة لنا. هيا نبدأ. ماذا علينا أن نعرف من قبل؟ طبعا المبنى العشري للمنازل، توحيد مقامات، توسيع اختزال، عليه أن يكون درس سابق طبعا لدرسنا الملخص هذا، تحويل عدد مخلوط لكسر غير حقيقي وبالعكس غير حقيقي لمخلوط، طريقة عليكم التمكن منها أيضا قبل درسنا، كسور عادية على المحاور، تعيينها بصور مختلفة، تحويلها إلى غير حقيقي قبل تعيينها أو العكس، وتمثيل الكسور بالرسم، أجسام مضللة، تمييز الكسر الملون أو العكس طبعا. هذه أمور عليكم معرفتها قبل الحصة. هيا نبدأ. الطريقة الأولى تشابه البسوط في كسرين، ركزوا معي، بإمكانكم إيقاف البث لنسخ أي قانون أو أي شيء لا تعرفونه أو تريدون حفظه، إيقاف البث وكتابة الطريقة في دفتركم، طريقة ممتازة للتذويت مع مثال أو مثالين. إذا تشابهت
البسوط في كسرين، فإن الكسر صاحب المقام الأصغر هو الأكبر. لماذا؟ هيا نرى سبع وخمس. لدينا كعكة على سبيل المثال، قسمناها إلى سبع أقسام لأن لدينا سبع ضيوف، مقارنة مع نفس الكعكة قسمناها إلى خمس أقسام لأن لدي خمس ضيوف في اليوم الثاني. إذا أين كانت القطعة في كل كعكة؟ كانت أكبر طبعا عندما كان لدي ضيوف أقل. إذا تشابه البسوط، تشابه الكعكة، نفس الكعكة قمنا بتقسيمها بأشياء مختلفة، تشابه البسوط قسمناها لعدد أقل كانت القطعة أكبر. لذلك الخمس، القطعة خمس، تخيلوا دائرة مقسمة إلى خمسة أقسام مقابل دائرة نفسها نفس الحجم ومطابقة قسمت إلى سبعة أقسام، وين الشقف أكبر أو القطعة أكبر؟ في الخمس طبعا. لذلك ليس فقط في كسور الوحدة، إذا البسوط كانت متشابهة فالكسر صاحب المقام الأصغر هو الأكبر. نأخذ مثال ليس على كسر وحدة، مثلا ثلثين وخمسين، لا داعي للتفكير، بسوط متشابهة، الثلاثة هي مقام الأصغر، إذا الثلثين هو القيمة الأكبر. ويمكن أن نأخذ مثال هنا بالرسم أيضا على كعكتين قسموا إلى أثلاث، ونفس الكعكتين قسمناهم إلى أخماس، أين القطعة أكبر؟ في الثلثين طبعا. سبعة أرباع وسبعة أخماس، العملية أيضا سارية المفعول على كسور غير حقيقية أكبر من واحد، بسوط متشابهة سبعة وسبعة والمقامات مختلفة، نذهب للمقارنة بالكسر الأكبر إلى المقام الأصغر وهي سبعة أرباع أكبر من سبعة أخماس، وبإمكانكم رسم ذلك للتأكد أيضا. انسخوا الطريقة في دفتركم إذا لم تفهموها أو تريدون النظر بشكل متكرر على الأمثلة. ننتقل إلى الطريقة الثانية، تشابه المقامات في كسرين. إذا تشابهت المقامات في كسرين فإن الكسر صاحب البسط الأكبر هو الأكبر، تشابهت في العارضة هاي بالتاء المربوطة. فلدينا أربعة أسباع وخمسة أسباع، ولدينا على سبيل المثال خمسة على 12 وتسعة على 12. لاحظوا لدي أربعة أجزاء من سبعة في داخل دائرة، أربع قطع مقابل خمسة قطع، من لدي قطع أكثر؟ من أخذ من الكعكة أربعة أسباع، كعكة مقسمة إلى أسباع، ولا الذي أخذ خمس أسباع؟ أين الجزء الملون أكبر؟ عندما نلون أربعة من سبعة ولا خمسة من سبعة؟ طبعا خمسة من سبعة. لذلك هذا ينطبق على كل الكسور التي مقاماتها متساوية، الكسر صاحب البسط الأكبر هو الأكبر. لذلك الخمسة أسباع أكبر هنا في خمسة على 12 وتسعة على 12، تسعة على 12 أكبر، كل الاحترام. ننتقل إلى محور فيه كسور نفس المقام، انظروا محور الأعشار، ونريد أن نرتب حسب هذا القانون من الأصغر إلى الأكبر. انظروا إلى الكسور، من يكون الكسر الأصغر؟ صاحب البسط الأصغر لأن المقامات متشابهة، فالأصغر هو عشر، ونبدأ بترتيب البسوط بشكل متتالي حتى نصل إلى الكسر الأكبر وهو، أحسنتم، تسعة أعشار، كل الاحترام. بإمكانكم ملء ذلك أيضا على دفتركم لكي تتمكنوا. الطريقة الثالثة، مقارنة مع الواحد صحيح. كيف نقارن كسرا مع الواحد صحيح إذا كان بشكل واحد أو إذا كان بسط ومقام متشابهين مثل أربعة أرباع وسبعة أرباع؟ بإمكاننا الرسم وبإمكاننا فقط مقارنة العدد المقابل للواحد. العدد المقابل للواحد وهو أربعة أرباع هنا هو سبعة أرباع. ننظر إلى سبعة أرباع كسر غير حقيقي، بإمكاننا تحويله إلى مخلوط، بإمكاننا أن نتعامل مع هذا التمرين أيضا تشابه مقامات، وبإمكاننا تخيل سبعة أرباع هي أكثر من أربعة أرباع، أكثر من واحد صحيح. إذا لدينا هنا أكبر بثلاثة أرباع من الواحد صحيح وهو أربعة أرباع، لذلك سبعة أرباع أكبر. مقارنة مع العدد واحد ليس كتمثيل كسري، واحد و11 12، ننظر إلى الكسر المقابل للواحد، هل هو أكبر أصغر من واحد؟ نرى هنا أنه ينقصه جزء واحد على 12 حتى يصبح 12 على 12 بشكل كامل، إذا هو أقل من واحد صحيح والواحد صحيح أكبر منه. ننظر إلى المقام 12، تخيلوا دائرة مقسمة أو مستطيل مقسم إلى 12 قسم وملون منه فقط 11 قسم، لم نلونه كله، إذا هو لم يصل إلى الواحد صحيح بعد، ينقصه جزء معين، لذلك الواحد هو أكبر. وطبعا بإمكانكم بالبيت مع أهلكم أو معلمتكم رسم ذلك وتذويته للتأكد، دائما الرسم يبرهن لنا القانون.
الطريقة الرابعة مقارنة لواحد صحيح بالرسم، أي ننظر مقارنة بالرسم أين الجزء الكامل الواحد صحيح وأين لا. وضعت المثال هنا بطريق مسألة، هيا نرى. بمناسبة تخرج سند حضرت أمه كعكات على شكل دائري متطابقة في الشكل والحجم، النوع الأول بطعم الشوكولاتة والنوع الثاني بطعم الجبنة. أكلت أخته رغد 10 أثمان من الكعكة من الكعك، وأكلت أخته وطن 3/4 من الكعك. من أكلت أكثر؟ أي كسر أكبر؟ 10 أثمان أم 3/4؟ بإمكاننا التعامل مع هذين الكسرين ومقارنتهم مع الصحيح لكي نعرف من أكبر ومن أكلت جزء أكثر، وذلك عن طريق الرسم. هيا نرى. هذا ما أكلته رغد، انظروا، دائرة كاملة وأيضا جزئين 2 من 8. بينما وطن أكلت كسرا أقل من 1/3، انظروا إلى الأجزاء التي أكلتها وطن. فهنا لدينا أخت من أخوات سند أكلت أكثر من 1 صحيح، ومقابل أخت أخرى أكلت أقل من 1 صحيح، كسرها أقل. هيا نرى، 10 أثمان و3/4. حسب الجزء الملون أكلت رغد أكثر من وطن، وذلك بمقارنتنا كل كسر على حدة مع الواحد صحيح. وواضح من الرسم من لون أكثر من 1 ومن أقل. الطريقة الخامسة مقارنة بالإكمال لصحيح وليس بالضرورة العدد 1. على سبيل المثال 3/4 و3/3، كم ينقص 3/4 للواحد صحيح؟ ربع. كم ينقص 2/3 للواحد صحيح؟ ثلث، حتى تصبح 3/3. إذا بما أن 3/4 ينقصها ربع للواحد والثلثين ينقصها ثلث، نقارن كسور الوحدة ونرى معا أن الربع أكبر من الثلث، وهذه حسب طريقة سابقة تعلمناها مثل تشابه البسوط. إذا تشابهت البسوط فإن الكسر صاحب المقام الأصغر هو الأكبر وإلى آخره. عفوا، هنا الإشارة عكسية، آسفة، أصلح ذلك على اللوح أفضل. لدينا ثلث وربع، ثلث أكبر من ربع. إذا كان الثلث هو أكبر من ربع، إذن ينقص الثلثين جزء أكبر ليصل إلى الواحد صحيح، عكس الربع، الربع القليل، ربع فقط يصل إلى الواحد صحيح. لذلك الثلثين هو أصغر، لماذا؟ لأنه ينقصه جزء أكبر ليكمل إلى الواحد صحيح. فلذلك طبعا لدينا الثلاثة أرباع هي أكبر، هنا العمليات عكسية، الثلاثة أرباع أكبر من ثلثين. فتنظروا هنا إلى الشريحة، بإمكانكم التصليح عن اللوح. الثلث هو كسر أكبر، أي ينقص الثلثين لتصل إلى الواحد صحيح مسافة أطول من الثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع ربع تصل إلى الواحد صحيح، بينما الثلثان بحاجة إلى ثلث جزء أكبر لتصل إلى الواحد صحيح. فلذلك من هنا نعلم أن الثلاثة أرباع هي أكبر وليس كالمعروض في الهاي. يمكنكم تصليح ذلك، آسف على الخطأ. 5 أسداس و6 أسباع، لدينا ينقص السدس ل5 أسداس وينقص السبع، لماذا؟ ل7 أسباع. والسدس أكبر من السبع، لذلك ينقص 5 أسداس جزء أكبر لتصل إلى الواحد صحيح، بينما 6 أسباع فقط سبع وتصل إلى 7 أسباع، لذلك هذا كسر أكبر. وبإمكاننا تلوين ذلك ورسمه ملون ورؤية أن 6 أسباع أكبر من 5 أسداس، لأن الجزء الذي ينقصها لتصل إلى الواحد صحيح هو جزء صغير، سبع وليس سدس، لذلك هي أكبر. أحسنتم، هيا نكمل. نكمل بالطريقة إكمال لصحيح وليس لواحد. الآن قارنا قبل قليل مع واحد، ممكن أن نواجه تمارين نريد أن نقارنها مع صحيح بنفس الطريقة، ولكن ليست تكملة إلى واحد، إلى 2 أو 3. هيا ننظر، 1 و7 أثمان و1 و8 أتساع. استمروا في التركيز، ماذا ينقصنا إلى 2 ل1 و7 أثمان؟ ثمن، ماذا ينقص 1 و8 أتساع لاثنان صحيح؟ 9. من الجزء الأكبر؟ الثمن أكبر من 9، لذلك ينقص 1 و7 أثمان جزء أكبر لتصل إلى 2، فهي أبعد عن 2 من 1 و8 أتساع التي ينقصها فقط 9 وتصبح 2 مباشرة، لذلك هي أكبر. فإذا كان الجزء الناقص للتكملة إلى صحيح هو الأكبر، فالعدد هو أصغر. تخيلوا دائرتين 1 و7 أثمان بحاجة إلى جزء وهو ثمن،
جزء أكبر للوصول إلى 2، بينما 1.8 أتساع بحاجة إلى جزء أصغر لتصل إلى 2، لذلك 1.8 أتساع أكبر من 1.7. بنفس الطريقة التكملة إلى 3 مثلا، لدينا عددين مخلوطين 2 3/4 ينقصهما ربع للثلاثة صحيح، واثنان وثلثان ينقصهما ماذا؟ ثلث إلى الواحد صحيح. من أكبر، الربع أم الثلث؟ قلنا الثلث هو أكبر، لذلك ينقص 2/3 جزء أكبر للوصول إلى 3 عكس 2 3/4، فاثنان وثلاثة أرباع أكبر من الاثنان وثلثين، لأن الثلث أكبر من الربع، وهذا ما ينقصه مقارن حسب الكسر الناقص للواحد صحيح. هيا نكمل. طريقة المقارنة السادسة هي المقارنة مع كسر وحدي، ممكن أن يكون نصف، عادة يعلمونكم فقط النصف، ولكن هذا ينطبق على كل كسر وحدي. ممكن أن نجد علاقة ما بين بسطها ومقامها، مع نصف، مع ربع، ومع ثلث. في هذه الطريقة معلمتي نحن نعرف جيدا مقدار الجزء الملون للنصف، للربع، للثلث، وتعلمنا عنه ولوناه بتمارين عديدة وتمررنا عليه كثيرا وقارنا حسبهم، وأهم شيء أن نقارن أشكال متساوية متطابقة ملونة فيها أجزاء مختلفة، هذا أهم شيء. وهنا أمثلة على ربع، ثلث، خمس، كسور وحدة التي لوننا وتدربنا عليها. هيا نقارن بالرسم. إذن لدينا واحد صحيح قسم إلى نصف نصف، من ثم إلى ربع ربع ربع. من هو الأكبر؟ إذن نصف أو ثلاثة أرباع؟ هيا نقارن الثلاثة أرباع مع النصف. هيا نرى معا، ثلاثة أرباع أكبر لأن الجزء الملون المقابل للنصف، ربع 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 ثلاثة أرباع، نرى أن الجزء الملون للثلاثة أرباع أكبر من نصف إذا نظرنا على نفس المستطيلات، انظروا إلى الرسم. وأيضا من ناحية أخرى مقارنة مع نصف، هي الثلاثة في البسط والأربعة في المقام، العلاقة بينها ليست نصف، لا يمكن توسيعها أو اختزالها والوصول إلى نصف، لا يوجد تساوي، غير أن الرسم يبين لنا أن ثلاثة أرباع هو أكبر. هيا نكمل. مقارنة مع أسماء مختلفة للنصف والربع والثلث، ليس فقط المقارنة مع كسر وحدي. كل كسر بسطه بالضبط نصف، مقامه هو من أسماء النصف ومساوي له، كذلك كل كسر بسطه أكبر من نصف، مقامه هو أكبر من نصف. كل كسر بسطه أقل من نصف، مقامه هو أصغر من نصف. هكذا يمكن مقارنة نصف وأسماؤها. على سبيل المثال، ربعين 2 1/4، إذا هذا كسر يساوي نصف. 5 أعشار 5 1/5، لذلك هي نصف. والعكس صحيح، 6 أعشار، 6 ليست نصف العشرة بالضبط، هي أكبر من نصف العشرة، أكبر من 5، لذلك 6 أعشار هي كسر أكبر من نصف مثلا. وكذلك الأمر في كسور الوحدة، ربع البسط يجب أن يكون ربع المقام، في ثلث البسط يجب أن يكون ثلث المقام. بحسب هذه الجمل بإمكاننا المقارنة دائما مع كسر وحدة معين، بإمكانكم توقيف البث ونسخ هذه المقارنات على دفتركم أيضا. هيا نرى إلى ماذا قصدت. هيا نأخذ أمثلة. مقارنة 7 على 15 مع نصف. ما هو نصف 15؟ 7، السبعة نصف 14، 7 ونصف، أحسنتم، 7 ونصف هي نصفها لل 15. 7 ونص هي نصف ال 15 تماما. لذلك ماذا يمكن القول عن 7 على 15؟ أحسنتم، أقل من نصف. لماذا؟ لأن قبل قليل قلنا في الجمل، من كسره أكبر من نصف مقامه هو أكبر من نصف، من كسره أقل من نصف مقامه هو أصغر من نصف، من كسره يساوي بالضبط نصف مقامه هو نصف. فهنا نرى أن 7 على 15 هو كسر أقل من نصف، أصغر من نصف، لأن بسطه أقل من نصف مقامه، نصف مقامه بالضبط 7 ونصف. وعلى هذا الأساس نسير حتى لو كان النصف هو كسر، لذلك النصف هو أكبر. ثلث 8 على 21، ما هو ثلث 21؟ 7 على 21. 8 على 21 طاح ثلث المقام، لذلك هو أكبر من ثلث، لأن 7 على 21 هو اسم آخر للثلث، 8 على 21 هو أكبر من ثلث. ثلث 21 هو 7، بينما 8 أكبر من ثلث 21، لذلك هذا الكسر أكبر من ثلث أو أكبر من أسماء الثلث. هيا نكمل. أمثلة أخرى على المقارنة.
الآن لدينا في الطرفين كسرين، والطرفين علينا مقارنتهما مع نصف لكي نجاوب، ليس أحد الأطراف نصف أو ثلث. على سبيل المثال 4 أجزاء و5 أعشار، 5 أعشار هي نصف، بسطها نصف مقامها. 4 أجزاء نصف 9 4.5، وليس 4، لذلك هي كسر أقل من نصف، وال5 أعشار هي أكبر منها. أحسنت. 3 أسباع مع 5 أثمان، لدينا 5 أثمان كسر أكبر من النصف، 4 أثمان هي النصف، وبينما 3 أسباع هو كسر أقل من نصف. لماذا؟ ما هو نصف السبعة؟ نصف السبعة 3.5، بينما 3 أسباع هو كسر أقل من نصف السبعة، لذلك مقارنة الكسرين معا تنتج أن 5 أثمان هي أكبر من نصف. هيا نوضح ذلك أكثر. مقارنة كسرين كلا الطرفين، فحص البسط والمقام والعلاقة بينهما مع نصف. 3 أسباع و5 أثمان. وأحيانا هذه الطريقة تسهل علينا أفضل من توحيد المقامات التي سوف أشرحها بعد قليل. لا يوجد بسوط متشابهة ولا مقامات متشابهة، فهنا اختيار المقارنة بنصف جدا مهم. لدينا 5 أثمان و3 أسباع، نصف السبعة 3.5، إذن 3 أسباع أقل من نص. ما العلاقة بين البسط والمقام هنا؟ هل البسط أكبر من نصف المقام أم أصغر؟ نرى هنا أن نصف المقام، نصف الثمانية هو 4، لذلك 5 أثمان أكبر من النصف، 4 أثمان أكبر من نص. نتج لدي كسر أقل من نصف وكسر أكبر من نصف، لذلك 5 أثمان هي الأكبر. آمل أن يكون الشيء واضح، بإمكانك الإعادة على البث والشرح ونكمل معا. لدينا أصغر من نصف، أكبر من نصف، كتبت ذلك، ومن ثم قارنا. طريقة جدا رائعة ومهمة. ننتقل إلى الطريقة السابعة، مقارنة كسر حقيقي وكسر غير حقيقي. الكسر الأكبر من 1 صحيح هو كسر غير حقيقي، لمن نسي ذلك أو نسي التعريف، أكبر من الكسر الأصغر من 1 وهو الحقيقي. بإمكاننا حسب تعريفهم معرفة المقارنة. كسر حقيقي هو كسر أصغر من 1، كسر غير حقيقي هو كسر أكبر من 1، لذلك دائما إذا واجهنا مقارنة بين كسرين أحدهما حقيقي والآخر غير حقيقي، دائما الحقيقي هو أكبر، وهو الكسر الذي بسطه أكبر من مقامه. لدينا 7 أثمان و6 أخماس، 7 أثمان كسر حقيقي أقل من 1 صحيح، ينقصه ثمن حتى يصل إلى 1 صحيح. 6 أخماس كسر غير حقيقي أكبر من 1 صحيح بخمس، 5 أخماس هو الصحيح، فهو 1 و5. بدون أن أحوله لكسر العدد مخلوط أو أن أضيع الوقت، دائما الغير حقيقي معلمتي أكبر من 1 والحقيقي أصغر من 1، لذلك المقارنة دائما واضحة بين هذين الكسرين بشكل مباشر، الكسر الغير حقيقي هو أكبر من الحقيقي دائما. مهم جدا أن نعرف تعريف الحقيقي والغير حقيقي، مكتوب بالأزرق، بإمكانكم كتابة ذلك للتذكر في دفتركم. ننتقل. طريقة المقارنة الثامنة هي مقارنة أعداد مخلوطة أو مختلطة. نقارن أعداد مخلوطة إما بإكمالها لصحيح معلمتي كما ذكرنا قبلا، أو تحويلها، وهي الطريقة المهمة، لكسور غير حقيقية، وبشكل واضح يتبين لنا، ونستعمل بعدها أحد الطرق التي تعلمناها. عندما نرجع العدد المخلوط إلى كسر غير حقيقي، نفحص الآن ماذا نستعمل، تشابه بسوط، تشابه مقامات، ماذا نريد أن نستعمل. أحد الطرق التي تعلمناها من قبل نستعملها بعد تحويل المخلوط لغير حقيقي، أو النظر إلى العدد الصحيح في العدد المخلوط، أحيانا بدون أن نحول، أحيانا العدد الصحيح بجانب العدد المخلوط يقرر لنا من أكبر ومن أصغر. هيا نرى أمثلة. 2 و7 أثمان 1 و8 أجزاء، من أكبر بدون أن نعمل أي شيء؟ العدد المخلوط الذي فيه العدد الصحيح هو أكبر، هو أكبر لأن الاثنان أكبر من 1، هذا شيء بسيط وواضح. عندما يتشابه العدد الصحيح يبقى لنا أن نقارن الكسور. 3.25 أكبر أصغر أو يساوي من 3 و5 أثمان. طبعا يوجد العديد من الطرق للمقارنة هنا، بإمكاننا أن نقول بعملية توسيع بسيطة أن
ماذا نفعل؟ نحول المخلوط لغير حقيقي أولا. كيف نحول المخلوط لغير حقيقي؟ أذكر بالطريقة. 3 وربع على سبيل المثال، نأخذ المقام نضربه بالعدد الصحيح ونجمع له البسط. أحسنتم لمن تذكر الطريقة. 3 وربع، كيف نحول هذا الكسر المخلوط لغير حقيقي؟ نضرب المقام في العدد الصحيح ونجمع البسط لمن نسي الطريقة. 4 ضرب 3 12 و1 13 على 4. هذه طريقة تحويل المخلوط لكسر غير حقيقي. وأيضا الطرف الآخر نحوله 3 أخماس، 3 و5 أثمان يصبح 29 على 8. نوسع ونقارن، لدينا مقامات متقاربة، بإمكاننا توسيع 13 على 4 وتصبح 26 على 8، وواضح أن 29 على 8 هي أكبر. هيا نرى، نكمل طريقة المقارنة التاسعة، وهي مقارنة عدد مخلوط مع كسر غير حقيقي. لدينا مخلوط ولدينا كسر غير حقيقي، ماذا نفعل بهذه الحالة؟ انظروا، نحول الكسر الغير حقيقي دائما لمخلوط، ومن ثم نقارنه مع أعداد مخلوطة كما ذكرنا حتى الآن. انظروا، 16 على 9 هي عبارة عن 1 وكم؟ 16 على 9 1 و7 على 9، وطبعا 1 و8 أجزاء أكبر من 1 و7 أجزاء. فمجرد حولنا الكسر الغير حقيقي لعدد مخلوط تبين لنا مباشرة من الكسر الأكبر. أيضا بالمثال في الأسفل، 5 على 20 و1 و8 أجزاء، بنفس الطريقة بإمكاننا تحويل المخلوط لغير حقيقي وأيضا المقارنة. طريقة المقارنة العاشرة معلمتي هي مقارنة بتوحيد المقامات، مقام مشترك. تعلمنا توحيد مقامات متقاربة وتوسيع أحد الكسرين ليتشابه مع مقام الكسر الآخر، وأيضا توحيد مقامات مختلفة تماما بتوسيع كلا الكسرين لمقام مشترك. وهذه الطريقة استعملناها في جمع وطرح الكسور، وسنتعلمها أيضا بالمقارنة. أحيانا يكون لدي كسري مقاماتهما متقاربة، أي علي ضرب أحد المقامات ليصبح مثل الآخر، وأحيانا مختلفات تماما، علي البحث على مقام مشترك أصغر وضرب الطرفين للمقارنة. أهم شيء أن أتوصل إلى مقام مشترك لكي أقارن إذا تشابهت المقامات. البصح بالكسر الأكبر هو الأكبر. ربع وخمسين، مقامات مختلفة تماما، علي ضربها لمقام 20. أحسنتم، بضرب متبادل، 5 في 5، 4 في 4، كما نضرب المقام نضرب البسط، هذا التوسيع السليم. ينتج لدي 5 على 20 مقابلها 8 على 20. أحسنتم، كل الاحترام. من أكبر؟ أعود إلى الطريقة الأولى في درسنا، إذا تشابهت المقامات في كسرين فالكسر صاحب البسط الأكبر هو الأكبر طبعا. أو بإمكاني أن أستعمل طريقة مقارنة سابقة أو الرسم أو تخيل ذلك. 8 أجزاء ملونة من 20 مقابل 5 أجزاء ملونة من 20، أين الأكبر؟ بدون حتى أن أتذكر طريقة، دائما الرسم علينا تخيله في ذاكرتنا. الطريقة الأخيرة معلمتي، قبل أن نذهب إلى الطريقة الأخيرة، لدينا تدرب صغير على كل الطرق السابقة، هي أن نذكر الطريقة التي استعملتها عندما تقارن، ليس فقط وضع أكبر أصغر أو يساوي. انسخ هذه التمارين في دفترك، ضع الإشارة المناسبة مع ذكر الطريقة التي استعملتها. أحيانا نستعمل عدة طرق مختلفة لنفس التمرين. ابدأوا، لديكم دقيقتين، تفضل.
أحسنتم يا أبطال، كل الاحترام. أكيد كل بند من البنود بإمكانكم أن تحلوه بعدة طرق تعلمناها حتى الآن. تعلمنا 10 طرق حتى الآن، ينقصنا الطريقة 11 بعد قليل، ولكن هيا نفحص أجوبتنا. طرق ممكنة أن تكونوا قد حللتم بها. أولا لدينا تمرينين من السهل المقارنة بشكل مباشر، ولدينا تمرينين كيلو فيهن شوية شغل. ثلث وخمسين أبسط طريقة أنا وجدتها مثلا منكم من قارنة بشكل آخر، مع مقارنة مع ثلث ممكن. أنا هنا وحدت مقامات، أسرع لي أن أوحد مقامات ل15، ضربت في 5 في 5 في 3 عفوا، 6 على 15، 5 على 15، إذا الخمسين أكبر لأنها اسم آخر ل6 على 15، وهو أكبر من الثلث وهي 5 على 15. منكم من استعمل عدة طرق أخرى سليمة. هنا قارنت مع نصف، نصف الخمسة هي 2.5، بينما لذلك هو كسر أكبر من نصف. مقارنة مع النصف، الثلاث أخماس أكبر حتى من ناحية الرسم ممكن. هنا قارنت مع ثلث، قلنا لا نقارن فقط مع نصف، مع ثلث. ثلث التسعة هو 3، ولدينا 4 أجزاء، هذا كسر أكبر من ثلث، بينما 3 أسداس هو نصف، عفوا 3 أسداس هو نصف، والنصف أكبر من الثلث. مقارنة من ناحية الأخرى، منكم ما وحد مقامات هنا مثلا. لدينا 3 أرباع و2/3 حتى من ناحية الرسم، إذا رسمنا 3 أرباع لدينا الجزء الملون 3 أرباع هنا، بينما الثلثين الجزء يبقى أقل من 3 أرباع، 3 أرباع نلون الكل حتى هنا، لدينا فقط 2 ملونات، هنا 3 أرباع ممكن بالرسم، ممكن بتوحيد المقامات إلى مقام 12، ممكن بالمقارنة مع ثلث مثلا، أي طريقة تحبذونها تحلون بها، ولكن لا يهم الطريقة التي استعملتموها، هذه هي الأجوبة لمن يريد أن يفحص. بدأت أنا ألف ب ج ود، من لديه خطأ استعمل طريقة بشكل خاطئ عليه أن يصلح. هيا نكمل. مقارنة 11 هي مقارنة بسيطة تركتها للنهاية لأنها جدا منطقية وواضحة، وهي مقارنة كسور على محور الأعداد. كيف نقارن على محور الأعداد؟ بشكل بسيط جدا، كلما اتجهنا يمينا كبر الكسر، والعكس صحيح، بغض النظر في أي مجال كنا، بغض النظر نحن نتكلم عن المجال الموجب أو المجال السالب في الكسور. على سبيل المثال 3 أسباع أم 4 أسباع؟ 4 أسباع أكبر من 3 أسباع لأنها موجودة على يمينها، وليس فقط مقامات متشابهة. انظروا أيضا ثلث وسدس، المقامات غير متشابهة، ولكن وجود الثلث على يمين السدس يعني أن الثلث أكبر في محور الأعداد. 4 أخماس و3 أرباع، ما رأيكم؟ طبعا 4 أخماس أكبر على اليمين، والثلث أكبر من الربع موجود على يمينه، وهكذا. ونضع الإشارة بحسب الموقع. تدرب قصير أيضا بـ2 دقيقتين، بإمكانكم استعمال المحور، الهدف هنا استعمال الطريقة الأخيرة. لدينا 3 أرباع و4 أخماس، ولديكم المحور، من موجود على يمين من؟ ضعوا الإشارة بشكل سريع. في الطريقة الثانية أريد منكم اختيار عدة طرق للمقارنة، ليس فقط تشابه بسيط حسب رأيكم، عدة طرق، وأكتب الإشارة المناسبة بين هذين الكسرين. تفضلوا.
كل الاحترام طبعا، الأربعة أخماس كانت أكبر من ثلاثة أرباع، وكذلك السدس إذا تشابهت البسوط. الكسر صاحب المقام الأصغر هو الأكبر حتى من ناحية الرسم، وطريقة الرسم جدا مهمة أن نذكرها هنا. نجمل درسنا إذا، تذكرنا معا المبنى العشري للأعداد، توسيع واختزال أيضا أحيانا، توحيد مقامات، مثلنا بالرسم كسور عديدة لكي نقارنها من خلال مقارنتنا، تدربنا وانكشفنا معلمتي على 11 طريقة مختلفة لمقارنة كسور حسب نوعها، لأن كل طريقة للتمرين المناسب، في كل تمرين نستعمل طريقة أخرى واستعملناها عند الحل، بإمكان نفس التمرين أن نحل به بعدة طرق. الرياضيات معلمتي إبداع، بإمكانكم إيجاد طرق أخرى لنفسكم بتمثيل آخر بالرسم أو توسيعات وأسماء للكسر ذهنيا حتى والمقارنة. نأخذ تمرين للبيت بسيط يؤكد لكم إذا فهمتم أو لا، باستعمال عدة طرق بإمكانكم ذكرها عند الحل. بتمرين هذه الكسور، لدينا هنا كسور تشابهت بسوطها أو مقاماتها، أعداد مخلوطة، كسور حقيقية وغير حقيقية، علينا ترتيبها، وخلال ترتيبنا بإمكاننا أن نستعمل معظم الطرق التي تعلمناها اليوم في درسنا. انسخ الترتيب في دفترك من الأصغر إلى الأكبر مع الكسور واملأها، لديك 3 دقائق، تفضل. كل الاحترام، أحسنتم، سررت جدا بتمرير هذه المادة لكم. راجعوا الطرق جيدا وتمرنوا عليها، قارنوا أكبر عدد ممكن من الكسور لأن ذلك سيفيدكم أيضا في مقارنة الكسور العشرية مستقبلا. سررت جدا، آمل أن تكونوا أنتم وعائلاتكم بألف صحة وخير بإذن الله. كانت معكم المعلمة نغم ماضي من عرابة البطوف، إلى اللقاء.